العفو والسماحة ست غالي. أنا عايز أسألك سؤال واحد. أموري 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 يا ست غالي. دخلت بيتي إزاي وحطيت الفلوس ومكنة الطباعة؟ الواد ميشو اديته فلوس وهو اتفق مع أختك سونا ودخلوا هما الاتنين وحطوا لك الحاجة. أختي؟ طب ليه؟ وإزاي؟ تبعني بالرخيص؟ مش قادر أصدق. أنت كذاب! والله ما بكذب، هو ده اللي حصل. ها؟ عشان كده غرقتوا فلوس وفتحتوا له المعرض، صح؟ حصل. أعوذ بالله، دي مش أخت، دي عقربة وأنت تعبان. خدي طارق ومهرك. لا بلاش بلاش يا ست غالية. لا لا بلاش بلاش يا ست غالية. بلاش أبو زيدك بلاش أبو زيدك. أنا غلطان أنا غلطان. بلاش أنت مستني تخلص يا غالية. بلاش يا ست غالية. مش قادرة مش قادرة. انتي مش متوعني اخد روحه بعد كل اللي عمله فيه. قلبي مش جايبني اشيل دمه. خلي عنك، ما يستاهلش توسخ يدك بدمه. يا رجاله خدوه على البير الجبلي. ايه؟ هتودوني فين؟ يلا! ايه البير الجبلي ده؟ اوعى! سار! ارحمني يا سار! ارحميني يا ست غالية! ارحموني! أنا عندي فوبيا من الأماكن المغلقة! ارحمني يا سار! ارحميني يا ست غالية! أنا عندي فوبيا من الأماكن المغلقة! أنا كده هتخنق! هموت! عبد الله! أبوس إيدك! ما تخليهمش يسيبوني هنا يا عبد الله! أبوس إيديكم! أنا كده هتخنق وهموت! هتخنق وهموت! لا يا غالي، انسي واقلبي ورا ظهرك. انسي نظرة الحزن اللي في عينيك دي، مش عايز اشوفها تاني. انا عمري ما كنت اتخيل ان اللي حصل النهارده قدام عيني ده يحصل لي. صعب قوي. معلش يا غالية، معلش. هي الحياة دايما بتوجع. ده شيطان خرب حياتك وحرق قلبك على ابوك الله يرحمه. وديك شفيتي غليلك منه.